عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة إلكترو أنفو. اليوم أشرح لكم واحد الطريقة ديال المراقبة، كاميرا المراقبة اللي زوينة بدون كاميرا، يعني إلك بعيب هاتف قديم يكون عندك تحطه في الدار، مثلا عندك وليدات صغار ولا هذا كنتي في الخدمة ولا هذي، تراقبهم وتشوفهم وتسمع حتى الصوت ديالهم وكل شيء بهاتف قديم. يكون عندك شي هاتف قديم تحطه في الدار وهاتف يكون معاك، او لا تراقب من بي سي ولا مهم كيف ما كان الحال، يعني ممكن بي سي ترده هو في كاميرا وتشوف من تليفون، او لا ممكن تليفون تخليه هو اللي كيصور وتشوف من تليفون اخر او لا من بي سي اخر. الطريقة كالتالي، انت كنمشيو عندنا تليفون عندي روح هو اللي عندي روح المراقبة ولا عندي روح كاميرا، غادي نمشيو للبلاي ستور، غادي نتيليشارجيو الفريد، واحد البرنامج الفريد كاميرا، واحد لابليكاسيون، واحد التطبيق، اللي غادي نتيليشارجيوها هويا، راه ديجا تيليشارجيناه. طلب ليا ميزاجور، اوكي، غنديرو ليه اوفيغ، كيطلب لنا جيميل، كنعطوه جيميل، ولكن واحد الجيميل اللي كنعطوه هنايا هو نفس الجيميل اللي غادي نديروه في الهاتف الاخر او لا في البيسي الاخر اللي غادي نشوفو به. ملي كنديرو الجيميل هاهويا هنا كيعطيك واش غادي ديرو المراقبة او لا تخدمو كاميرا. هنا انا غنخدمو كاميرا هاهويا، هو راه هو اللي كيصور انا، واخا هادي النقطة الاولى. غنمشي النقطة الثانية، دابا غنمشي للتليفون باش نشوف، او تاني من التليفون غادي ندخل او تاني على الموقع على التطبيق، هو نتسنى يفتح التطبيق، كيطلب لي الجيميل، باش غادي نعطيه نفس الجيميل اللي دخلته في الهاتف الاخر. تقدر تفتح معايا التطبيق ونعطيه نفس الجيميل اللي في الهاتف الاخر، هويا الجيميل اللي خدمت به. دابا نتسنى يتفتح معايا، تهضروا، تبدأ تكونيكتا، دابا التطبيق هو تكونيكتا، عطاني انه كاميرا. غادي نحولو المراقبة، ها هو هيا غيولي هو اللي غيولي شاهد. كونيكتينغ او كيت كونيكتا،
ها هو غادي، هو جاب لي انا، هو جاب لي هذا، جاب لي التليفون الاخر. يعني انا تنخدم دابا في البيسي، ممكن دابا نشوفو البرنامج في البيسي عاوتاني. شتي دابا هو دابا تنشوف من الهاتف الاخر، وممكن يصيف يسجل لك صوت وصوره. يعني راه ماشي غير الصوره، توصلك الصوت ويوصلك الصوره. هذه دابا الطريقه اللي درنا من الهاتف، يعني نراقبوا من الهاتف، كنصوروا بالهاتف وكنشوفوه بهاتف اخر. دابا غادي نمشيو نخدمو بالبيسي عاوتاني. قلنا دابا غادي نمشيو للهاتف الاخر وغادي نشوفو المراقبه من التليفون الاخر. يعني غادي ندخلوا للتطبيق، ها هو حنا ديجا لينو ديجا انستالي في الهاتف. غيطلب لينا الجيميل، نعطوه نفس الجيميل اللي درنا في الهاتف الاخر، هو نيت نفس الجيميل. انتظروا حتى يتكونيكتا الجيميل. انتظروا، هو كيعطينا هنا كتكون الفوق كيعطيك واش غدير مراقبة ولا كاميرا، كما القاعدة. الاخر درناه كاميرا يشوف، هذا نديروه مراقبة، هيا ونديرو اللايف، هيا غنتسناو يجيب لنا الهاتف الاخر. اخر هو جابو، هانت ها البيسي راه انفاس معانا. يعني بيسي نيت راه هو داير فيه جوج، انايا مداير فيه ويندوز ومداير فيه اندرويد. دابا راه خدام اندرويد، يعني هنا ها البيسي هوايا قدام مزيان. يعني هاد القضية ديال التسجيل زوينة، خدامة مزيان. يعني ممكن تشاهد بها ولادك ولا هدا، تخليهم في الدار ولا هدا وحدهم، وانت تكون في خدمة ولا هدا، مرة مرة تضرب طلة وغادي تسجل لك صورة وصوت، ماشي غير الصوت. يعني هاد التطبيق هذا مزيان يكون عندك هاتف قديم، ولا يا اما بيسي هو اللي ديرو كيراقب، يا اما يعني ممكن تخلي بيسي كيصور وتشوف في تليفونك، ممكن تخلي شي تليفون في الدار كيصور وتشوف من تليفون اخر، او لا تشوف من بيسي. يعني جميع احتمالات كاينه في هذا التطبيق هذا. دابا حنا كنشوفو من الهاتف دابا، دابا عاوتاني غادي نمشي نشوف من البيسي، غادي ندير نفس العمليه من البيسي نيت. غنمشيو للبيسي، حنا شعلنا الحاسوب، شعلنا البيسي، غنمشيو للمتصفح ديالنا. يعني الحاسوب هو نفسه عاوتاني، يا إما ديرو المراقبة، يا إما ديرو هو يراقب، يا إما ديرو هو كاميرا، يا إما ديرو هو تراقب به. وهاد البرنامج راه زوين بزاف، يعني يستفد منه انسان. كاميرا المراقبة بدون دفائر، بدون كاميرات، بدون اي شيء. يعني هاتف قديم اولى من البيسي. تنجي كنكتب الفريد كاميرا، ها هي الفريد كاميرا، كيعطيني هاد الخيار الأول ألفريد هوم سيكيورتي كاميرا هاد الخيار الأول
بريد خونيتور ويب كام ما كنديروش، كنمشي للخيار الثاني. انا باش نوريك مزيان تمشي للخيار الثاني، ها هو يا اللي الفريد كاميرا سامبل سيكيوريتي. هاي ندخل ليها، ندخل للخيار الثاني هو اللي كندخل ليه، يعني الموقع ديال الفريد كاميرا. ملي كيجيني الموقع بحال هكايا كيعطيني هاد هانتو ها الموقع، وهذا الفريد كاميرا تعطيك واش غديرو في الابل ايفون ولا هادي، يعني هاد الشي راه كيخدم حتى في الايفون وهادي في جميع الهواتف. كتجي هنايا كيعطيك واش غادي تراقب بالبيسي اولا غادي دير البيسي هو كاميرا. حنا نديرو البيسي نراقبو به دابا، حيت حنا دايرين تليفون، دايرين تليفون المراقب اللي كتشعل البيسي. كتدخل الفريد الكاميرا درتي هذه كيخرج لك هكايا، هنا كيعطيك، هنا كيعطيك واش غدير البيسي كاميرا، هنا كيعطيك غندير البيسي هو مراقبة. يعني من هنا نشوف، يعني هنا فين، هنا غادي يعطينا الاخر تليفون الاخر. المهم كيشتو من هاد البلاصة كندخلو كيعطينا نشوفو نشاهدو. شكرا لكم جميعا على المشاهدة، نتمنى